مرحبا بكم، أنا دان بيهو، المدرسة التي جئت لأعلمكم الفن للأطفال من كل أنحاء العالم. ومعنى اسمي هو المطر اللازم للأرض الجافة، وسأقدم لكم محاضرات الفنون بقلبي الذي أتمنى أن يصلكم معناه. وقبل أن أعلمكم سأقص عليكم قصصا قصيرة، وهذه القصص ستكون متصلة، ولهذا أرجو منكم أن تتذكروها دائما. نعم، واليوم هو اليوم الأول. ما رأيكم في أن ننطلق معا في الجزء الأول من قصة الرحلة؟ في أحد القرى كان يعيش دب، وكان الدب يلعب ويتقافز بشكل سعيد في الحقل. ولكن الدب كان يشعر بالملل لأنه وحده، وقال الدب: أشعر بالملل، أتمنى لو أصبح عندي أصدقاء. وعندها جاء صديق صغير جدا ولطيف وهو يركض، إنه السنجاب. نعم، والآن هيا نرسم رسمة، ولكن أولاً هيا نعرف الأدوات. هذه أقلام التلوين، وهذه ألوان الشمع. إذا فتحنا ألوان الشمع هكذا، سيكون بداخلها الكثير من الألوان الجميلة. هيا سنحاول الرسم بهاتين الأداتين. نعم، سنرسم الدب الذي يعيش في قريتنا. أولاً سنرسم وجهه الدائري. ثم نرسم دائرة صغيرة للأذنين. ثم نرسم دائرة أطول من دائرة الوجه لتكون جسم الدب، والذراع نرسمها بدائرة طويلة هكذا. وكذلك القدم نرسمها بشكل دائري طويل أسفل الجسم هكذا. ثم جزء البطن نرسمه بشكل دائري أصغر من دائرة الجسم هكذا. وبتوصيل الأنف والفم هكذا يكتمل رسم فم الدب. والخلفية فسنرسم فيها خطا جانبيا طويلا باستخدام ألوان الشمع. من الأفضل التدريب على رسم الخط مرات عديدة. وهكذا نحاول رسم خط خلف الدب بلون مختلف هكذا. ثم نرسم خطا من أعلى لأسفل. ونحاول استخدام ألوان متعددة.
نعم نعم، برسم خطوط عديدة يبدو الدب أسعد. والآن هيا نلون الدب. يمكنكم التلوين باللون الذي تحبونه. عادة ما يتم تلوين الدب باللون البني، ولكن ما رأيكم أن نحاول التلوين بالبني مع استخدام لون آخر معه؟ يمكن أن نبدأ بتلوين الأذنين باللون البني أولاً. وجسمه أيضاً باللون البني. إذا خرجت الألوان للجانب قليلاً فلا مشكلة. وهكذا لوننا الجسم باللون البني. والآن هل نلون الوجه واليدين والقدمين باللون الأصفر؟ عندما نلونه بالأصفر الفاتح هكذا سيبدو دبا لطيفا جدا. بعد ذلك نلون الوجه. نعم، بعده القدمان. عند خلط الألوان الشمع هكذا تبدو جميلة أيضاً. ثم هل نلون البطن أيضاً؟ هيا نلونها أيضاً بالأصفر الفاتح بشكل رائع. ما رأيكم بعد التلوين؟ لم نلون الأنف بعد. هيا نلونها بالبني أيضاً. إذا ظننتم من الأفضل أن تكون العينان أغمق، فيمكن تلوينها بالأسود هكذا. نعم، الآن اكتمل كل شيء. نعم يا أصدقائي، ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ حاولوا رسم الدب هكذا وكونوا أصدقاء له، سيكون الدب سعيدا جدا. ويمكنكم استخدام أي لون آخر غير البني الذي استخدمناه. ترى ما القصة التي ستكون في المرة القادمة؟ انتظروني بشغف حتى المرة القادمة. مع السلامة يا أصدقائي الأعزاء.